المفاجآت التي حملها الصيف الماضي تضع العالم في ترقب لما سيحمله الشتاء إذن، والذي قد يكون مختلفاً تماماً عن السنوات الأخيرة بسبب ظاهرة النينو. هذه الظاهرة التي تلقي بأثر كبير على الطقس خلال الأشهر الأكثر برودة في العام كانت قد بدأت العام الجاري في شهر يونيو، ومن المتوقع أن تكون قوية هذا الشتاء وتستمر حتى أوائل الربيع المقبل على الأقل. في الولايات المتحدة تتحدث التنبؤات الشتوية المبكرة عن تغييرات عديدة قد يشهدها الطقس خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يكون أكثر رطوبة وبرودة في الجنوب، بينما يصبح الشمال أكثر جفافاً ودفئاً، وهذا بسبب موقع ما يعرف بالتيار النفاث الذي غالباً ما يتحرك جنوباً خلال شتاء النينو ويكون كالممر تتدفق عبره العواصف.